ثلاثة بخير لاباس عليكم، كيف تعاودوا مزيان الامور؟ هانيه هاني الامور. فيديو جديد نهار كيف كتشوفوا احنا غادي مسافرين. هيا ايمان هزه الباليزه، طارق سلامه، خيط جليبه جديده، دايره موزيطي تحت مني. المهم اخوتي ايمان امينه وعماد ولد خالي وساميه وعاتق تيكريو الطوموبيل، حيت الطوموبيل غدا عامره. خاص غير بلاصه اللي ما كايناش بلاصه اني لا كلشي. قالت امينه جلسي معايا عاونيني. ايوا وهانتوما معانا كريوتوه من الطوموبيل، ان شاء الله غادي يتبعونا. غادي نكريو جوج ديور حيت ما يمكنش في الشمال يكونوا 15 واحد ولا 20 واحد في دار واحده، انتيردي. كل واحد خاصو يكري. سمعتوا ديك الساعه غنتلاقاو احنا غادي جمعنا الحوايج، جمعت كلشي وطارق السلامه الى الشمال. فيديوهات جداد، روتين جداد، ضحك جديد، تفويجه جديده. غادي نمشيو نبدلوا النفسيه ان شاء الله وغنجيو الى العمل. كوم هير يلا صافي. يلا تبعيني. يلا ماما بنات بنت هي معايا عجنه ديال التسمين. يا اختي عجنه ديال التسمين غاده معانا للشمال حبيبتي. كتعاني من اللي عنده فقر الدم وكتزيد في المناطق الانثويه. سير اولدي يونس اجي صايب هادشي. اش ويلي 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 ورا هادشي راه ما مقادتش. يلا البنات جينا نصايبو سندويتشات قبل ما نشدو الطريق في لوطوروت، حيت راكم عارفين لوطوروت البنات. أوا يونس هنايا عمر عمر اخويا شويه الله يرحم لك الوالدين. شحال من واحد كاين؟ سبعه ياك يونس؟ ما تحسبوش يونس، هي ثمانية. عشان انا كناكل جوج. يونس ما ياكلش. علاش؟ لا لا ما بغاش. لا لا انا درت لنا سندويتشات. لا لا خويا المي هذاك انا دير لي جوج ديالي. لا صافي هادو. لا سندويتشات وطون صراحه عندهم سندويتشات واعرين بعدا كيعجبين ناكل عندهم البنات. ما داش الكاشر هي مزيان. يونس تاخذ؟ لا لا انا هذيك الكشته ديال البارح. هو اللي عطاك الفريز؟ لا لا صافي عطيني الفريز. وصلنا صبراهيم والله. لا سخونه سخونه. يونس خدا الكفته بارده ولكن ماشي مشكل قضيبه هاي. واحد 5 درهم في الفريز. المهم اخوتي حنا وصلنا للعرايش دابا. فينا يونس ديال العرايش؟ وصلنا للعرايش ان شاء الله. جينا المحطه الاستراحه نستريحوا شويه. العفو الله اختي حقا انا بقات فيه الوالده ما جاتش. الا ما كانش غادي نصيفط لها يونس غدا ان شاء الله يجيبها. واش معاك الشمال اخي عبد الكريم؟ انت بديتي تجي الرياضه. يا جمال العرايش. يا ايمان ايمان اجي. يا ديال خويا صرا الفيصل الفيصل. بعين السلام من الحوايج توصفها. تقيت ناكلو لا خويا لا اكرام. قولي اش تا تطلع؟ لا باقي صغيره. مسحاب لي مرتو. الله والصبر ديال ديماش كيفاش غادي تشردو يونس؟ باش هو الصبر ديال يونس راه فرحان بها البارح الليل كله. كيقول لي واش لبسها 5 الصباح هادي قسما بالله. شحال هادي شريتيها؟ 1000 درهم. قال 600 درهم. قال 800 درهم. صافي كازي كابيرا. المهم اخوتي حنا جينا نسترحوا في حكايه. كاينه هنا بلاصه اللعاب؟ كاينه كاينه والله الا كاينه كاينه. غير هنا مراد ماكدو كاين اللعاب نتاع الفلوس وكاين اللعاب نتاع فابور. حنا بغينا فابور.
من بلاد كي جاتكم الجلابه عاد خدمتها ما صراحه ما عجبتني جات عليا قصيره شويه راكم عارفين رجليا مع مرفوخه وداك الشيء وزاد نخات ليا بزاف 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 نزلت ولسيت باقي انا ما جايينش الدار هاي تقدر نصيفط لهم يونس يلا اجمع ما تزعقوش بقات فيك امينه ما جاتش لا 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 غنصيفط لهم يونس غدا ان شاء الله غنصيفط هذه عاد الليله ها صافي بالله غدا لا ما لقاوش يونس ما يتعطاش غيدير بهم 4 السوايع مشي له مزيان طياره اي ما شنو لبسات جينا لبسنا اختي داك الشيء خفافين بيجاما ما قلت لي لبسك سوا كنا اختي على النمل هادي يلا ربي ها انتم اختي هادي محطه ديال العرايش مرحبا بينا عند الناس العرايش المهم اخوتي كيف كتشوفوا جينا جاو معنا العائله كانت والده غادي تركب معنا فين امور الراس فين امور مشاو يلعبوا فاش تلعب اجي تلعب اجي نلعب انا وياك اجي اجي مرحبا اجي لعبوا فهاديك الزلي يقول جوج كيطيح الاخر اجي اجي بوكا قلت لكم المتبعين ديالي الوالده كانت غادي تجي دابا مع جا عندنا ولد خالي ما يمكنلاش تخليها كيمشي ما كاينه بلاصه ناقصه بلاصه ناقصه اما غيجيو في التران وتكري ساميه ولا غادي يمشي لهم يونس ايوا هانتوما تبعوني تبعكم الخير والربح والتيسير ابتسام كي جاتك هنايا العرايش زوينه ثاني مره ولا اول مره تجي لا ثاني مره ثاني مره قرب لهم بقى لنا والو بقاتي نايمه 100 كيلومتر 100 كيلومتر غير الشمال اه عاد نشوفوا حنا فين بغينا نمشي وعاد غادي تمشي منك للمضيق ايه قولي لي شي 250 هكاك مالكي ها انت على ايمان درت السنيسه شحال كيما درتيها ها صايفه صايفه حبيبتك فاطمه شحال كيما درتيها سير راه من نوشي شنو دايره ما بغيتيش تبدا كنا في حالك على الكادوات اللي كيجيوني ما بغيتش نبيعها شكون اللي جاب الكادو وي عديده عديده ايوا امينه قموتي يا نسيمي مع كريمه قموتي يا نسيمي مع كريمه قموتي يا نسيمي مع امينه هو الشاف مصدر شاف كويزيني ديالنا شوفي شوفي دوغي شي سام خو دوك لا فوسفور شنو هي عاد وجهي منين يوز دابا شحال بقات لنا من الشمال بزاف بقات هاد الطرق الشمال عاد غادي نمشيو من في السوق انا صاحبتي واش كيجري ايما ما اختارت تجري وشوفي انا مازال تنقول قولي بشويه قولي بشويه لا لا اختي الله ما في في التاني سلامه وي. وفي السرعه ندامه يونس يلا خلص على ندامه اما قدوا احسن من ما قدوا حلف الله لا لا ولا يلا اخوتي انتوا المهم اخوتي شنو قلتي لي يونس دابا صافي غنرجع نجيب قال لي غنرجع نجيب نسيبتي قال لي والله ما تعذب الا ما لقاوش لك راه غدا ان شاء الله غادي يمشي يجيب نسيبته نسيباته ايماء امينه امي اما نسيبته راه هي معاه دابا او سكون انا عماد قال لي ولا بغا واحد الحل يجيو في التي جي في فين البوراق في البوراق يجيو لكازا لطنجه طنجه يجيو لطنجه انا غنمشي نتعرض لهم لطنجه قال لي اللي بغاو وتا امينه قالت لي نشوف التي جي في هي اللي قالتها في الاول قلت لها غيجي عندكم الرباط قال لي ديروا اللي بغاو شنو هي ونزلت كان خرجها بلا نسيبتك قال لك بلا نسيبه زوينه شويه درت فيها لا لا والله والله الا زعما الوالده مسكينه صراحه كتعاون كتشقى كتصرف حنا في العريش دابا العريش زوين واش غنقول لكم برد والله الا برد برد وسخون يا هوا لا زعما العريش اقسم بالله العلي العظيم ياك سافرنا ومنين ما جاتش امي بحال شي حاجه حتى انا امينه وماما كنخرجوا امي مسكينه كتحك باغا تسافر باغا تسافر باغا تسافر ما خرجاتش ما بقاتش كتخرج ما بقيناش ما بقاتش كتخرج يعني ولا الاهتمام ديالها غير زوينه وان شاء الله جردوا لها داك الشيء اللي جيبوها ولا تجي في التي جي في ايوا خوتي دابا شنو غادير يوسف وصل الشيء اللي قررته اللي قررته انا انت معايا
يلاه ما تخافوش. ها انت اختي جينا ناخذ كاوكاو هنايا ديال العرايش صراحه زوين. قال لك مقرمل او مقرمل كليته في قرشي درني في قلبي زوين والله حفظك بلدي هذا راه بونك ها ديال البلاد. ها انت اختي شوفي البنتي خات كي دايرين داكشي زوين. تا اخرين خذوا كاوكاو تا هما خذوا كاوكاو. ها انت اختي تا هما خذوا كاوكاو كيتعاندوا معانا. ايوا اختي نديو البارو هذا فيه كاوكاو كي دير واعر والله ما تشبيه من الموضوع. انت اختي البنات والثمن جد مناسب. غنوريكم غير شويه من بزاف ما تشديش وتجي شدي غير هكا وهكا. صراحه البنات كريت الدار والثمن جد مناسب. كريتها في المضيق صراحه راكم عارفين المضيق هي البلاصه الوحيده اللي كتعجبني واللي كنرتاح ليها صراحه واعره. غنوريكم البنات واحد دقيقه. البنات شوفوا صاله مونجي مهم الدار زوينه. هنا ولد عمي ناعس انت اختي تا ندير ان شاء الله وغادي نوريكم الدار. الفيديو الثاني ان شاء الله غادي تشوفوا الدار. البنات تقول لي شنو جايبه معاك؟ جبت معايا البنات هاد الشاكوش ديالي، جبت معايا الحوايج بزاف، جبت معايا جليبتي كسيوتي البوركيني ديالي، جبت معايا اختي غير الشاكوش هذا مو زيطي. مهم هذا البنات الشارجور ديالي. واهم حاجه دابا راكم عارفين البنات كنسهروا بزاف كنخرجوا بزاف ما كنجلسوش في الدار. جبت معايا البنات جبت معايا البروتين ديالي اللي كيعطيني الطاقه وتيخليني النهار كامل اكتيف. اختي دابا راه ما كاين غير العومان وما كاين غير الدوران. هذا حبيبتي كنشرب معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه كيخليني كل عوده ما كنجلسش في الدار تنبقى نطوطك. البنات هذا الناس اللي كتعاني من نقص في المناعه، الناس اللي كتمرض بزاف، والناس اللي كيكون عندهم نقص في فيتامين دي. هذا البنات الزوين اللي عندهم نقص في الفيتامينات هذا واعر 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 ديال الدكتوره حسناء اثير. ننصح اي وحده تاخذ ليا هذا البروتين هذا وغترجعي كي العوده. عندك اختي اظفار ديال صباعك صفرين كتحسي بالارهاق، ديما عيانه، ديما مريضه، ما كتخرجي ما كتدرجي، كتحسي بالدس ديالك فاتيكي ولادك تيمرضوا لك انت كتمرضي، عندك صف نقص المناعه، عليك حبيبتي بالبروتين خالد زرك خطير. ايوا يا اختي ايمان قالت لي والله ما تجي، سالت ليها عجنه التسمين جبت ليها عجنه ديال التسمين. هادي يا حبيبتي الناس اللي باغا تغلاض، الناس اللي باغا ترطق ليا المناطق الانثويه فيها بزاف ديال الفيتامينات، هادي الماده ديال الدكتور حسناء اثير. هادي ايفيكاس 100% النتيجه، ما تقوليش ليا اللي راه 50% ولا 70%، النتيجه مضمونه 100% عليها في المية. هذا البنات التبلاح اللي كيعطيك، هذا البنات عجنه ديال التسمين اللي كتعطيك البنات واحد الفورمه، ما كديرش لك حبيبتي الشحمه، كدير لك كتله عضليه فيها بزاف ديال الفيتامينات وفيها بزاف اختي ديال مصنوعه من اعشاب ماليزيا خاصه وفواكه جافه وفيها فيتامين او والسي او ا والكالسيوم والمغنيسيوم اللي كتساعد هاد العناصر على التغذيه، كتعطيك واحد التغذيه زوينه للجسم ديالك صراحه زوينه. البنات هذه عجنه ديال التسمين نصح اي وحده تشريها. كاين تواصل خارج المغرب وداخل المغرب، وكاينه ديال الدراري الصغار الرجال الكبار والناس اللي كيكون فيهم السكر. البنات هذه على تقليدي لهلا يوصلني للرباط الى واعره ايفيكاس
شي حاجه واعره كتعرفي ما تاخذي وكتغلاضي. اهم حاجه كتغلاضي خالي من اي مواد كيماويه ومواثق عليها من وزاره الصحه. راكم عارفين القولون العصبي البنات، فيك القولون العصبي، فيك فقر الدم الحاد، هادي دقه بطله، هاد عجنه البلوح هادي جربيها. ما خليتي فين مشيتي دوزي عندك المصار، ما خليتي ما كليتي ما مشيتي عند الطب، ما خليتي مهم ما خليتي فين مشيتي، ما عليك حبيبتي بعجنه ديال عجنه البلوح ديال الدكتور حسناء اثير. هذه البنات، الناس اللي كيكون عندهم قولون عصبي وفقر الدم الحاد، وتا هذه البنات هاد عجنه ديال التسمين راه تا فيها تا ديال فقر الدم. الناس اللي كتعاني من فقر الدم والنحافه، النحافه المفرطه كتحلك الشهيه وكتطبق لك المناطق الانثويه وكتزيدي ما بين 5 كيلو حتى ل 14 كيلو وانت والبوان اللي بغيتي. هادشي اللي كاين هنا غادي نقول لكم. السلام عليكم ان شاء الله. هادشي اللي جبت معايا، اختي هادو البنات، غادي نخلي لكم النمره، ما تصونيوش على السيده ابل، صيفطوا ميساج ولا اوديو ميساج غتجاوبكم. ما جاوباتكمش اليوم تجاوبكم غدا، حيت كيكون على واحد الضغط بزاف اللي كتكوموندي الشهر اللي فات كتكوموندي هذا الشهر، حيت كتشوف النتيجه خياليه وكلشي كيشكر. تبلح المرطاني ديال الدكتور حسناء اثير الله يخلف عليها والله يكبر بها الصراحه، لقات للناس الحل، كلشي غلط كلشي مزيان كلشي ولات عنده الفورمه كلشي كيشكرها وكيشكرني. بغيت نقول لكم لا شكرا على واجب، اي حاجه كنعرفها غنبارطاجيها معكم، وما يمكنش انا غنبارطاجي معكم شي حاجه وهي ما زويناش لكم، حرام عليا الى يوم الدين. ما نقدرش بكم انتم باش كاينه فاتي والمصداقيه والحقيقه في الدقيقه. البنات غنخلي لكم النمره، ما تصونوش على ابل، صيفطوا لها ميساج، اللي ما جابوشكم اليوم غتجاوبكم غدا والنتيجه مضمونه 100%. السلام عليكم.